ذهب لإيصال لفة شاورما فوقع في فخ عصابة تسليب، تمكنت من أخذ الدراجة وصوبت ثلاث إطلاقات باتجاه الرأس والكتف. هكذا مات عامل توصيل الطلبات. خلص اشتغل هو بديليفري عنده دراجة واشتغل بيه، هو طالب جامعي وبعد الدوام اشتغل بيه، راح بالتكتك مالته ورا نص ساعة خبر عليه الولد ما لقاه، يدق عليه ماب مغلق تليفونه، راح ندور على المستشفيات لقيناه مشمول على القناة متوفي كذا، مات على وجهه ومأذين وجهه قاتلي شامري بالشارع. هناك بالمشرحة مال المستشفى لهذا الكندي يابا شنو صار؟ قاعد لقوه على الشارع جماعة مارين عليه، لقيناه مذبوب على الشارع بعد جسر البنوق بذيش الصفحة هاي المظلمة على القناة، على القناة دابينه ناقل المستشفى جابوا ان هذا حد، قال له هذا احنا بعد ما نعلم. محمد الباقر الشاب الذي بكت عليه الأوساط الطلابية في جامعة المستنصرية كان يقترب من فرحة التخرج بتخصص علوم الفلك، والذي انتهى به الحال جثة مرمية وسط حي البنوق. ما احنا طلعنا ندور علي، ما حد قال لنا، طلعنا ندور علي ولقيناه في المستشفى الكندي ميت مشمور على القناة، ويفوت الميم مع السيارة مع الشرطة عافته وراحت. شنو شلون يصير هذا الشيء؟ شلون يصير؟ بس قل بس لو ساحبين على الأقل بي شوية نفس شوية. وتطالب عائلة الباقر المغدور السلطات الأمنية بتكثيف الجهد في متابعة القضية والتوصل إلى الجنات. لشرقية نيوز خطاب عادل بغداد.